أنا عندي كارثة تتعلق بأمن قومي، إن في تيار شيعي داخل من التصوف، داخل من التصوف، وانجرف في بعض من المنشدين. يعني احنا دلوقتي عاوزين انت بتقول حضرتك ده ان الشيعة او التيار الشيعي بدا يدخل من طريق التصوف، من طريق التصوف، وابتدى يعني زمان كنا يعني بندخل اي خيمه في اي مولد بنلاقي الخيمه مكتوب سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. دلوقتي ما فيش الكلام ده. ابتدى القصائد اللي بيتناولها بعض المنشدين من اللطميات الشيعية. طبعا نقابة المال الموسيقية ما لهاش علاقة بالكلام دوات، ولا يعني مع احترامي ما لهاش دعوة. وزارة الأوقاف فين من هذا الأمر؟ بس برضو عايز أقول إن يا أخوانا البلد كبرت والثقافات كبرت وكل ده كبر. يعني وزارة الأوقاف فيها ما يعينها، كتر خيرهم إن هم يعين عندهم مشاكل مع يعني وزير الأوقاف بيحارب في الفكر المتشدد اللي استغل في كثير من المساجد. ما روحش أقول له والله أنا عندي الموالد في مشكلة. نقابة المال الموسيقية عندهم مشاكل كبيرة جدا في الثقافات الموسيقى الدخيلة علينا. بس اللي نقدر نعرضه من خلال كلام حضرتك إن فعلا الشيعة أو التيار الشيعي اخترق من ناحية الإنشاء، لا من ناحية ال التصوف، وانجرف لهذا الأمر بعض من المنشدين، وحتى أنا بواجههم مواجهة شخصية، يعني مواجهة شخصية اللي هو بس ما عنديش أي سلطة إن أنا أقدر أقول له أنت يعني هل هنستنى لما ندخل في مرحلة سب الصحابة في مصر؟ هل هنستنى لما ندخل في هذه المرحلة بالوضع اللي أنا شايفه ونقابة الإنشاد الديني ليست مهنية وليس لها قانون من مجلس الشعب؟ أنا ماليش أي سلطة.